وبشر الأخوة الفضلاء أصحاب الأيادي البيضاء في دولة الكويت ببداية معهد ابن باز لتأهيل المعلمين والمعلمات في النيجر. هذا المعهد الذي يعتبر في النيجر بأكملها ثاني معهد مماثل في هذا النشاط والهدف. ولذا ندعو الأخوة الفضلاء في دولة الكويت إلى سرعة محاولة تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة ليتحقق الهدف الذي من أجله أنشئ هذا المعهد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله سببا ووسيلة إلى دفع عجلة الدعوة السلفية الصحيحة في جميع أنحاء النيجر وما جاورها.